فنان الليلة هو عراقي حميد منصور، من المطربين القلائل من جيل الأغنية السبعينية اللي واصلوا عطائهم الغنائي عبر تسجيلهم أغنيات جديدة أو من خلال وجودهم في الحفلات والأمسيات والثقافية والفنية اللي تقام في الداخل العراقي. هو عملاق من عمالقة بلاد الرافدين العراق. خلينا نطير مباشرة إلى العراق مع مطربنا وفناننا حميد منصور اللي معانا مباشرة الليلة. مساء النور وأهلا وسهلا بك أستاذنا. أهلا 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 بك وتونس كلها. احنا سامعين دي تطاوين والله سمع كتير. شكرا. ياس وأمل وبعض الفنانين المعروفين. شكرا الله يخليك. شنو أحوال العراق؟ والله الحمد لله والشكر. الحمد لله يا رب، إن شاء الله العراق يبقى بخير يا رب. ويا 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 يوم زين ويوم زين. الحمد لله الحمد لله. أستاذي طبعا من السبعينات وانت نجم وحافظت على نجوميتك وحافظت على شهرتك، قدمت عديد الأغاني، سمعنا سلامات اللي هي تعتبر الأغنية، أنا نحكي أنا وفنان من العراق، أذكر أنه هذه كأنها نشيد رسمي يعني في العراق، أغنية سلامات من الأغاني. والله حتى في الخليج يعني حتى رحت المغرب الأردن سوريا كل الناس تغنيها يعني. نعم. في موجودة في كل حفلاتهم كل مناسباتهم. جميل. عملت قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العراق على مستوى الوطن العربي، وهذا جاء بعد نجاحات كبيرة، بعد سلسلة طبعا من النجاحات اللي قدمتها من خلال الأغاني اللي حبوها الناس، ويعني وليت يعني قريب جدا من الجمهور، عرف هذا اللون الغنائي اللي يقدمه حميد منصور. تعلقت بيك الناس يعني هذا الجمهور، وبدأ دائما في ينتظر شنو يقدم حميد منصور من أغاني جديدة عندك. عندي سلمة جديدة، عندي أغاني جديدة أي. على يوتيوب تكتب عليها سلمة، طبعا ما مصورها بس يعني أوديو. نعم. تزعل صعب من أغاني الشبابية الجميلة وأغنية الأجيال، اسمعهم طبعا هي 10 أغاني. سمعتهم أنا سمعتهم. نزلنا الأغاني بالذات يعني شبابية، واحدة مع شياب أغنية الأجيال مال كبار العمر يعني. نعم جميل. قدمت أيضا في 2013 ألبوم تقريبا، ألبوم في هذا هو هذا أي ألبوم في حوالي 10 أغاني نعم، العشر أغاني هذوما أيضا لقوا الرواج والنجاح الكبير. والله نجحن كله نجحن، المطلوبات بالحفلات أطلب الله بالخارج يعني على يوتيوب موجودات على يوتيوب. نعم أستاذي، أنا حبيت نسأل سر نجاح حميد منصور. والله هو الاختيار أهم شيء، وشلون تناغ الناس بنفس الوقت، كل فنان عنده لون يختلف عن بقية المطربين بالتأكيد ينجح يعني. إذا يقلد، إذا عندنا مطربين يقلدون أخيارات، يقلدون حسين نعمة، استمروا فترة وراحوا لأنه موجود حسين موجود حميد موجود ياس. نعم. إحنا عندنا لون كل واحد لون يعني. أنا لما يجيني ملحن ينطيني أغنية لياس لون لياس يقول لها ما في ياس يعني ما غنيها ياس أخ... أيضا لما أعذرنا ولا تزعل يقول لها ما حميد منصور، كل واحد عنده لون الخاص. هذا المفروض الشكل يعني اللجان اللي تبحث الأصوات إذا يقلد ما ينطوا فرصة. نعم 100%. وكان المطرب يطلع كل 10 سنين كل 5 سنين يطلع مطرب واحد، الآن يومية يطلع حد مطربين لأنهم يسجلون ببيوتهم يسجلون بالسبيهات على حسابهم ويطلعون بس ما عندهم لون. نعم، أعطيه أغنية جاهزة وأغنية تتماشى مع الوقت الحالي فقط يعني، سواء لونه لو مش لونه هذا أمر آخر. إيه يعني هو غير في لون الصوت عشان يعرفون الناس يعني حليمة عشان صوته باقي يعني. أي يعني مثلا قبل شيء عندنا باقي يعني صدر صوت باقي، حسين عمر باقي، عندك صباح فخري، طبعا اصوات يعني الوان عندهم مميزه يعني ما ممكن واحد يقلدهم بعد سنين شيء كثير يعني. نعم أستاذي، هم فما برشا يسلموا عليك ويحيوك يعني تحية خاصة جدا جدا جدا. إن شاء الله يجيكم يعيشك يسلم عليك. استقرار وأمن ويجيكم مناسباتكم وأنا حاضر في أي وقت. يعيشك يسلم عليك. كريم العراقي جاسم حنون أيضا من الخارج. نعم هذوما فكرة أيضا يسلم عليك. عز الدين سلطان أيضا يسلم عليك من الأردن. معين من سوريا. علي أيضا من سوريا. سيمون ضرغام أيضا من العراق يسلم عليك. يسلم عليك محمد. نعم.
محمد. شكرا لك بالله، تحية كبيرة للفنان الكبير حميد. شكرا. هذه لمسات طبعا مهندس الصوت، نسترجع شوية ذكريات الأغاني الحلوة. هاي الأغنية غنيتها أنا، هاي الأغنية غنيتها من 75 والله. لا والله ما شاء الله ما شاء الله. فاشتهرت، غنوها الغجار، غنوها المطربين الشباب، يعني ما مشهورة في كل الوطن العربي، بس الناس ما تعرفها إلي. أنا ما مصورها تصوير، بس على الأوديو. جميل. اشتهرت بأصوات مطربين مو بصوت فيها حقيقة يعني. سلام موفق أستاذي. طبعا حميد منصور من عمالقة الفن العراقي، وأنا حبيت نشكر أيضا الفنانة الكبيرة أمل خضير اللي هي همزة الوصل، خلتني نتواصل معاك، لأني حاولت أنا من السنة الفارطة أني نتواصل معاك نظرا لوجودك بالعراق ونظرا أيضا لتنقلاتك لحفلك. قلت لي تطاوين أخ مجيد، قلت لي حقيقة يعني. الله يخليك. وأنا كنت اليوم نشاهد في صورة قديمة جدا، صورة ليك أنت وياس خضر ومجموعة أيضا من الفنانين، لكن الصورة هذه راجعة تقريبا إلى السبعينات، صورة بالأبيض والأسود. فجميل الذكريات وجميلة. أي أتذكرها أنا الصورة، أتذكرها في حفلة كان عندنا الكل بالتلفزيون في محافظة البصرة. نعم هذا هو. وحاليا يعني علاقتك مع الفنانين؟ والله طيبة، كلهم إخوان يعني. أي فما تواصل يعني، فما تواصل بيناتكم، تسألوا على بعضكم، تزوروا بعضكم؟ بالتأكيد يعني يوميا نتخابر ونضحك ونكت ويعني. جميل. حميد شنو تحضر الفترة هذه؟ خلينا نعطيه سكوب الليلة على الهواء مباشرة في إذاعة تطاوين. والله أنا عندي مجموعة من الأغاني حقيقة إن شاء الله، فالوقت من الناس في القلحات أبدا مثال حرب مال داعش ما داعش يعني. الوقت ما مناسب تبقى أغنية لأنه يعني الناس تلتهي في هذا الموضوع، فإن شاء الله بعد تحرير الموطن وقدم لهم أغاني جميلة وأجي أزوركم. أنا أجي أزورك على تونس إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك في تونس الخضراء وتنورنا طبعا، مرحبا بيك. الله يسلمك. الله يسلمك. يعيش أستاذي. تو حاليا نعرف أنه الفنانين الكل نظرا لغياب شركات الإنتاج فتحس دائما الإنتاج على حسابهم الخاص، وأنت ذكرت النقطة هذه، لكن بنظرك أنت وفنان بحجمك أنت ما شاء الله تنزل أي أغنية، فعندكم قنوات اللي موجودة، قنوات العراق الكل تدلل عليهم كما شئت. بالتأكيد بالتأكيد، بس هو الظرف الآن ما مناسب إن تغني. أي ظرف؟ تعرف الموضوع، إحنا 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 عندنا بالعراق نظامنا عشائري ديني، يعني يقول لك الناس قاعد قتلوا وشهداء وناس بتغني. إحنا ككبار بالفن نشعر بالناس، نشعر بالشهداء، فحتى نفسيا ما مرتاحين حقيقة يعني. فالظرف المناسب إن شاء الله نغني للناس ونجيكم ونغني لكم بالخليج، نغني بكل العالم، ولو عندي حفلات في ألمانيا وفي السويد وفي كندا وفي استراليا إن شاء الله أبتدي من 1/8، بس عندي حفلة منقولة بالتلفزيون الكويتي. نعم. يوم 14/7 في مهرجان ثقافي، أسبوع الثقافي الكويتي إن شاء الله يا إن شاء الله تسمعنا على التلفزيون الكويتي يوم 14/7 بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. أي أكيد نكونوا في المتابعة ونكونوا على الموعد أيضا حتى نحضر الحفلة هذه بإذن الله. أنا باش نخلي لك في ألمانيا حفلتي وفي السويد في هولندا وفي كندا وطالب. إن شاء الله إن شاء الله الجولة تكون موفقة بإذن الله. أستاذي أنا باش نخلي لك الكلمة لك أنت. الإذاعة التطاوين، ماذا يقول الفنان حميد منصور الليلة؟ والله أنا طبعا سعيد بكم كلكم حقيقة يعني، وبالعاملين وبالوجه البسوم الجميل اللطيف، تقديمك إلي كان كبير يعني، وأنا أشكركم كلكم واحد واحد. وهاي الإذاعة الحقيقة أنا ما عندي ترددها، فيا ريت تودي لي تردد مالها حتى أسمعها. وبنفس الوقت تحياتي كل أهلي في تونس، وإن شاء الله نسعدهم في الأيام القادمة في استقبالهم وفي أفراحهم. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تجينا لتونس ونجوك للمطار في استقبالك باذن الله ونفرح بيك. اجيك والله العظيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك مطربنا وفناننا الليله. انا جاي تونس عدة مرات بس سابقا، مو سفرات فنيه وانما كان عمل يعني. نعم هذا هو. ان شاء الله ان شاء الله احنا بانتظارك وبانتظار كل ما هو جديد مطربنا، وتحيه من خلالك انت لاهلينا والناس الكل اللي يسمعوا في العراق. اكتب هذا باليوتيوب تزعل صعب، خلي حتى
مليحة للناس إن شاء الله. وأغنية الأجيال إن شاء الله من أغاني جميلة جدا ان شاء الله باذن الله نسمعوها الليله. انا حبيت نشكرك برشا على تلبيه الدعوه الليله معنا. شكرا ليك ونورتنا، وان شاء الله نكون في لقاء اطول من هذا، نستعرض ان شاء الله مع بعضنا المسيره الله الفنيه الله الكبيره. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك. شكرا شكرا الله يخليك. شكرا استاذي.